السوداني لن يستطيع الخروج من المألوف لأنه محكوم بإيرادات الإطار التنسيقي وتحديدا بنور المالكي. أما ضيوفك ربما يعني هناك خشية على الوظائف أو غيرها، هذا من حقهم، وجهات نظر محترمة ونحترمهم. وما تفضل به ضيفك الكريم الأستاذ مهدي حول جرف الصخر هي ليست تشكل لا تهديدا. لماذا عندما كانت هناك شرطة محلية من أبناء جرف الصخر كانت الهدوء كبير تماما في 2007 و8 و9 و10 و11 و12 ولم يشهد هناك اكو عمل أي شيء عليها دكتور، عملي صدقني اكو عمل عليها. مهمة تماما؟ هو ذكر قضية 8 سنوات ووزارة الهجرة لم تستطيع بناء مدرسة لاستيعاب عوائل جرف الصخر. 8 سنوات ويعيشون في خيم على معونات المواطنين وبزياب الشاهد. أليس يعد هذا فشلا؟ هل يمكن لي أن أقول أن وزارة الهجرة الذي هو عمل تتهم سياسي هو دكتور، هذا قلت لك اياه عمل سياسي ليس لك اتفاق. اختصاص وزارة خليه الهجرة. يكمل فكرته. أنا أقول الناس حين الآن وأنا على احتكاك يومي من خلال منظمات أهلية وشخصية، احتكاك يومي بمعاناة العوائل النازحة في الخيام بأدق التفاصيل. هل استطاعت وزارة الهجرة رعاية ذلك؟ الجواب كلا. وزارة الهجرة ذهبت باتجاه فرض إغلاق مخيمات من أجل تبييض أنا وجوه أشكرك. بعض الأطراف السياسية وعودة الأهالي الغير آمنة، ولم توفر لهم شيئا. لذلك حقيقة السوداني لو كان جادا لوفر البديل لحين عودة النازحين. لو أنا كنت أشكرك أنا جزيل الشكر، أعتذر للمقاطعة، ما بقى عندي الوقت. السياسي المستقل الدكتور عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لحضرتك، وأشكركم ضيوفي في الاستوديو.